مرحبا بكم. في محيطنا العديد من الناس التي ربما يتم بيننا وبينهم مشادات كلامية، وقد يصل الأمر إلى العراك، ولكن لكل قوية من هو أقوى منها؟ ولذا نستعرض اليوم بعض الأقوياء الذين يفضل ألا نتنازع معهم في أي شيء. قبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. أولا، هافثور يوليوس بيورنسون. ولد في عام 1988 وعرف بدوره البارز في مسلسل لعبة العروش، المسلسل الذي أظهره وأكسبه شهرة واسعة، وفي الحقيقة هو حالة خاصة، فقد قرر منذ عام 2010 بأن يصير من لاعب القوى في العالم، وفي نفس العام حقق المركز الثاني كأقوى رجل في أيسلندا. أما عام 2011 فقد تنافس على لقب أقوى رجل في العالم، حاز في تلك البطولة بالمركز الرابع، وفي عام 2015 حطم رقما قياسيا في حمل الأوزان يصل إلى 600 كيلوغرام لمسافة 10 أمتار. بالتأكيد إن صاحب هذه الأعمال لابد وأن ينال الحظ من الأعمال التلفزية أيضا، ولذا فإنه في عام 2013 التحق بمسلسل صراع العروش، وارتبط في ذاكرتنا اسمه بمحطم الرؤوس. ثانيا، براين شو. من أقوى الرجال في أمريكا، ذو حجم ضخم وجسم عملاق، له نظام تغذية خاص به، لا يستطيع الإنسان العادي أن يحصل على هذا الكم الهائل من السعرات الحرارية التي يحصل عليها في طعامه. إننا نتحدث عن كم من السعرات الحرارية لا يقل عن 12 ألف سعرا حراريا باليوم. إن براين شو والذي يصل طوله إلى 2.3 متر ووزنه 190 كيلوغراما بدأ طريقه بالمنافسة مع الأقوياء لكي يصل إلى الشهرة، وما بين عام 2001 و2003 تنافس مع أقوى رجال العالم وحاز بالمركز الأول، وبذلك صار رمزا عالميا في هذا المجال. ثالثا، بروسلي. لو كان بروسلي لا يزال على قيد الحياة لأصبح عمره الآن 79 عاما، لكنه رحل باكرا عن عالمنا. لا يمكن أن نكتفي بالقدر الذي عرضته الأفلام لنا عن حياته، فقد كان مميزا من الصغر حيث انطلق واستمد القوة والثقة بنفسه في بداية رحلته. امتاز بالقوة والسرعة ولم ينهزم قط بمعركة خاضها، ولم ينهزم حتى لمعلمه، ومن ثم انطلق فلم يدخل أي معركة إلا وقد وضع خطة لإحكام قبضته والفوز والانتصار بها، أو حتى لينال خصمه قدرا من الجروح على الأقل. رابعا، روي نيلسون. يستطيع أن يقضي على منافسه بسهولة، حتى أنه خاض مباريات انتصر فيها بلكمة واحدة، ولذا ربما يكون التنافس مع هذا المصارع آخر شيء تودونه. يشتهر بأنه يهشم العظام في حلبات القتال وقوته على إدارة المباريات. خامسا، تشوي هونغ مان. هذا الملاكم الغريب الذي تألق بعد أن هزم منافسه الذي يضاعف في الحجم بوزن 330 كيلوغرام، مما أدى لشهرته الواسعة. هو من جنوب كوريا، طوله 2.18 سنتيمتر ووزنه 143 كيلوغرام. هو من أقوى الرياضيين في العالم، ترونه غالبا ما يكون هادئا وودودا، ولكن عندما يشتشط غضبا تخرج أموره عن السيطرة. سادسا، إريك آش. يشتهر بلقب الكرة النارية لكون عظام جسده قاسية وقوية. بدأ مشواره المهني الرياضي في سن صغير وهو ملاكم أمريكي في الوزن الثقيل، ولاعب كيك بوكسنج، ومصارع محترف، لعب فنون قتالية وفاز بالكثير من المباريات وحقق نجاحا باهرا. عدد المرات التي انهزم بها قليل جدا، وقد قال ذات مرة أنه بالرغم من تقدمه في السن إلا أنه مستمر في مهنته حاليا، ولكن ربما يعتزل الرياضة مستقبلا. سابعا، جريت كالي. هو مصارع هندي محترف له مكانة وشهرة واسعة، اشترك ببطولات WWE من قبل مما أكسبه شهرة في الماضي. من أهم ما يميزه جسمه حيث يصل طوله إلى 2.50 سنتيمتر، أما وزنه يصل إلى 192 كيلوغرام، ومما يشتهر به أيضا حذاؤه الذي تبلغ نمرته 50 سنتيمترا. هو مقاتل ذو قوة عضلية وعقلية، حقق الفوز في مباريات قوية في بطولات WWE، مما جعله منافسا غير متوقع.
وكما ترون، لو صادفتم مثل ذلك اللاعب في حياتكم فلن يكون إيقافه سهلا. ثامنا، تانك بوت. يمتلك تانك بوت مقومات عظيمة من الناحية الرياضية الخاصة به، وربما إن علمتم أن عدد المباريات التي فاز بها قريبة من عدد المباريات التي خسرها تظنون أنه مصارع عادي، ولكن الحقيقة أنه ليس كذلك، فهو يملك سرعة خاطفة تهشم عظام وجه خصمه، وقد تؤدي إلى كارثة بالنسبة للخصم إن غفل ولو للحظة. وبالرغم من تقدم سنه، إلا أن ذلك لا يؤثر عليها وعلى قوته. تاسعا، جيسون بارنوم. هذا الرجل صاحب 35 عام يلفت الانتباه بمنظر الوشوم المخيف على وجهه، وقد كان يقوم بنزاعات عديدة في الشارع ويفوز بها، وآخر ما قام به قبل دخوله للسجن هو الشجار مع أحد أفراد الشرطة، ومن ثم قد قتله، وقد تم الحكم عليه في هذا الأمر بالسجن 22 عام. عاشرا، بروك ليسنر. صاحب وجه وجسم مخيف، ربما لو قمتم بنعته بالحيوان لا يغضب منكم، ولأن ذلك لقبه بالفعل، هو ملقب بالحيوان، فقد وصل في بطولات WWE وغيرها من البطولات العالمية التي اشترك بها لمرحلة الرجل الذي لا يمكن إيقافه منذ شبابه، وهو يمارس تلك الرياضة وإصابة الخصوم بجروح غائرة مما أدخله في نزاعات مع الشرطة. جسده قوي لا يتأثر بالبرد، فهو يستطيع البقاء بالثلاجة لمدة 20 دقيقة. 11، ماريوس بودالانوسكي. دائما على استعداد للقتال بأي لحظة، فاز بأقوى رجل في العالم 5 مرات بالمركز الأول ومرتين بالمركز الثاني، ومن هيئته تستطيعون استنباط مدى قوته وشدته، فهو من أقصى لاعب القوى في العالم. اثنا عشر، إيمانويل ياربور. هذا الرجل يزن 370 كيلوجراما، يستطيع أن ينال من خصمه فقط ببطنه إن أراد استخدامها. لاعب رياضي لأكثر من مجال، فهو يلعب فنون القتال المختلطة الجودو والسومو، كما أنه محب لكرة القدم الأمريكية، ولكن مشكلته الوحيدة هي التغذية الغير سليمة والغير صحية، كان ذلك منذ أن كان في 14 من عمره، مما أدى لوفاته في عام 2015، وكان ذلك إثر إصابة بأزمة قلبية. 13، أندري العملاق. هو اللاعب الفرنسي أندري روسيموف، والمشهور بأندري العملاق، هو مصارع محترف وكان ضخم الجسد في جميع مراحل حياته، فعندما كان في 12 وصل طوله إلى 2 متر ووزنه إلى 110، حتى أنه كان يجد صعوبة في ركوب حافلات الطلاب للمدرسة. دخل مجال الرياضة للدفاع عن نفسه ليس إلا أنه بفضل اشتراكه في بطولة WWE نال شهرة واسعة وعرفه الكثير. 14، دينيس سيلينيكوف. يعرف ذلك الأوكراني ليس بضخامته فحسب، بل بحبه لحمل الأوزان الثقيلة أيضا، وبعد أن لفت الانتباه بجسده الضخم قرر أن يلعب في فريق أوكرانيا للمصارعة الوطنية، وذلك الرجل صاحب أكبر قبضة في العالم تصل ل 25 سنتيمتر يستطيع بها كسر حبات الجوز، وصاحب كتلة عضلية ضخمة ومعروف من قبل الشعب الأوكراني. 15، روبرت أوبرست. التحق هذا الرجل صاحب الجثة الضخمة بالمنافسة مع أقوى رجال بالعالم، ذلك الرجل صاحب الجثة الضخمة لديه أيضا جانب لين، حيث يرجح اللون الوردي دائما، ويصل طوله إلى 2.3 سنتيمتر ووزنه إلى 180 كيلوجرام، يأكل 1.5 كيلو من اللحم يوميا، ويبتعد دائما عن اللبن والبيض. من يعرف يدرك أنه رغم امتلاكه لجسم ضخم وقوي فلديه أيضا قلب حنون ولين. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.